مشاهدين ومتابعين قناة أشواق عتفي، مرحبا بكم معنا من جديد. أكيد كتذكروا معنا فاطمة اللي كنا صورنا معها من أمام محكمة الاستئناف، اللي كانت كتدعي بأن العدوزة ديالها جرت عليها من الدار من بعد ما رجلها شد في الحبس. عرفنا بعض الحقائق من بعد البحث مع الجيران ديال فاطمة ولا الجيران ديال العدوزة، واليوم جينا باش نعطيو حق الرد للعدوزة ونفهموا منها حتى هي القصة من الجهة ديالها ومن الزاوية ديالها. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أول سؤال غادي نسولك، واش بصح جريتي على فاطمة؟ لا والله ما حضرت لها أنا منين مشات بنتي، والله كنت خدامة كاع ما حضرتش. عاودي لنا على المشكل ديال فاطمة والزوج ديالها اللي هو ولدك، كيفاش؟ حنا دابا بغينا نعرفوا الحقيقة. هو ولده. واش غنقول لك بنيتي؟ هي اللي مدمره لي حياته، وخرجته من الخدمه وخرجت عليه، واش غادي نقول لك، خلاته في واحد الحاله ولا حتى العقل راه ما بقاش عنده، هو حتى ولا حمق ما بقاش حتى العقل. وليت كنتلاقى مع ولدي حفيان في الزلقه، كنتلاقى من الشحفيان انا بكيت، لقيت واحد مولي الحوان حفيان شي ربما المخدرات والاستهلاك ديال المخدرات، تا هي المشاكل ديالها، تا هي قالت لي خرجني جيت للبحر، كيعاود لي هو مشي معاه جيت للبحر. هذا المشكل كيفاش تغيت شد اخر مره؟ عاودي لينا من الاول. اخر مره بنيتي هي كتقول لي جيب لي داك الشيء ديالي، البليه ديالي بالعربيه، هو حتى هي كتستعمل، حتى هي كتستعمل، وانا كنطلب التحاليل ليها. الا ما كتستعملش هي داك الشيء انا راسي تقطع. هاد مدة 19 عام وهما ساكنين معاك، شحال من عام وهي معايا؟ انا مخليه اليوم الدار ومخليني مجالسه فيها، جالسه فيها هي على قبل ولا هي الخدمه ديالك انت؟ انا كنخدم في الحمام، يعني ماشي شي دخل لي كبير عندك ولا عندي في الحمام. وملي كنقول ليها شوفي يا بنت الناس دابا انا راه ما عنديش، وكنتقدى وكنجيب وكنتسلف، وكتقول وجداتها ملي كتكون معاها كتجي كاع عندها كتقول لي، كتعيط لي وكتقول لي الوالده انا راه ما عنديش، ما عندناش الخبز. كنقول لها معاك جدك خولي شي خبيزات على ما جيت، كتقول لي شوفي جده ما عندهاش وما خداماش. كنقول لها دي التليفون لمولات الحانوت ودوزيها ليا، وحتى دابا مولات الحانوت بنتي باقه وراها كاينه، واش هذا الشيء كاين ولا كان كذب؟ باش نكون حتى حنايا صريحين مستقلين، تكلمت مع بعض الجيران اللي كيحكموا بان ربما فاطمه كتعاطى حتى هي المخدرات، هي وولدك بجوج وعندهم ثلاثه الوليدات. عرفنا ان عندها ولد رابع. المهم هذا الشيء كامل حنايا غادي نعاودوا نصوروا مع فاطمه باش نعرفوا منها الحقيقه كامله. اللي عرفت عاوتاني من البحث اللي درت شويه هو السيده كيف ما كانت قالت لي بان فايته سرقت شي حاجه للعائله ديالك. وكانت باقا العائله ديالي كاين وسرقت لي انا، وديكلاريت بها وجبت لها الجدارميه للدار حيت انا ما كنتش، وجبت لها الجدارميه وصوروا داك الشيء، لقاو الدار خاويه ومحلوله، جات دارت راسها غادا تكري معايا وجات كتبكي وداك الشيء. مشيت وكريت ليها وقلت لها ما كاين حتى شي مشكل قبل ما تمشي تخول ليا من الدار، وديتها كريت ليها ومشات كرات وهزت ليا الساروت بنيتي من الصاك ديالي ومشات ليا لداري اللي في العراقي، وخونت داك الشيء كامل، الثلاجه الموتور ديال ولدي وشاريه انا في سميتي انا، خونات ليا كل شيء اللي في الدار، خلات غير داك الزبل حشاكل وداك الشيء مليوح في الارض، غير حليت الباب عرفتها هي اللي دخلت ليا للدار. الناس شي السبب ديالو الادمان ما كتلقاش باش سميتو ما كتخدم هي ما والو، واخا تقلبي لها كاع الخدمه وتخدم باش تمشي تخدم. حنا قالت لنا ان هي مستعده تخدم وعندها دراعه وغادي تخدم. ما نقدرش انا نخدمها حقاش هي كتشفر، الا تخدمت انا يديوني للحبس، هي كتخون بنيتي كتشفر. نفهموا القصه، اسمحي لي الا قطعتك، كيفاش ولدك غادي يدير العوده السريعه وغادي يعاود يتشد في الحبس؟ شنو السبب؟ عاودي لنا القصه، لان كاين واحد القصه مثيره هنايا. هي السبب كتقول ليه جيب لي الفلوس، كتعيط ليا هي في التليفون. الفلوس
باش تشري البليه ديالها هي وياه، وكتعيط ليا كتقول ليا علاش ما بغيتيش تعطي لولدك 10000؟ وشوفي صيفطي لولدك 10000 راه غادي يمشي للحبس، وانا كنغوت لها من الخدمه كنقول لها فلانه راني خدامه ما تبقايش تعيطي ليا، راني ما عنديش 500 درهم باش نصيفطها ليه. كتقول لي ما بغيتيش تصيفطيها لي دغيا، وهو غادي للحبس، وهو غادي للحبس ما بغيتش تصيفطها. شنو كيقول في هذا الشيء؟ تو معك يقول لك اعطيني. اه كيقول لي صاي اعطيني الفلوس. كتقول لي هي كتقول لي بغيت البليه ديالي، راه مشات معاه حتى لحدا البحر وقالت لي دابا تجيب لي دوك الشراب، شرباتو في البحر ومنين كملت الشراب نزلت عليها بنيتي ببونيه للوجه، عطاتها ليه ضرباتو ببونيه للوجه اللي كيعاود ليا هو. اش غادي نعاود لك؟ الا كذبت عليها في هذا الشيء راه ربي فوق مني، الله ياخذ فيا الحق. انا راه ما كنكذبش وباقي بزاف الهضره باقي ما يتقال، ولكن هي اللي دابا انت واقيله مضروره منها اكثر من هي بزاف بنيتي. هي شوفي هي راه واكله شاربه نعسه ما خصها حتى شي حاجه. الا قلت لها عمري كاز ديال اتاي ما كنمشيش ديما، انا قليل. وإلا قلت لها عمري بالريد ديال اتاي كتفرج فيا الناس كلها، كنولي نقول كنولي نهرب كنخرج ذاك الصباح كنخرج حتى لبرا وكنفطر كنقول ندمت علاش قلتها ليها. كتقول لي فقتي نوضي عمري الراس كلاش كتقوليها ليا انا. انا بغيتك تاكدي لي واحد المعلومه، لانه واحد الناس من الجيران ديالكم بدون ذكر الاسم ديالها قالت لي بان الحفيد ديالك عنده 16 عام ربما ولا ما عرفت، حتى هو كيتعاطى المخدرات وكان مؤخرا تشد ب 48 ساعه. واش كتاكدي لي هذا الكلام؟ اه بصح نيت كاين هذا الشيء. حيت لاننا ملي سولنا فاطمه قالت لي وليداتي كاملين كلين، يعني ما حتى واحد فيهم ما الحمد لله ما خرج كيتعاطى ولا كيشبه الباء ولا شي حاجه. الا قالت لك ما كيتعاطاش نديك عند مولين الدرب وكتكمي قدام ولدها. انا واحد السيده من الدرب ديالكم ما بغيتش نذكر الاسم ديالها، هي اللي عاودت لي هذا الديتاي هذا. ايوا اذا انا ما كذبتش. سولي الناس هما يقولوا 10000 ريال انه زعما كاينه كان باغي يمشي للبحر هو وياها. لا باغي يمشي للبحر، ما هي اللي كتقول ليه قول لامك، كتقول هي كتقول لي ما بغيتيش تعطيه لولدك. وسمعي شوفي ما بغيتيش تعطيه سمعي، وراه هو غادي يمشي للحبس. قال لك اعطيها ليه ولا ما كنقول لها ما عنديش، كتقول لي اه واحد ما بغيتيش تعطيه لولدك. في الاخير ملي ما عطيتيش راه منين ما عطيتوش راه ضارب ونوض المشاكل، وهي مداخله الدار ما كتنهي ما كتفك ما كتشي شي حاجه، كتقول لي ايوا حيت ما بغيتيش تعطيه لولدك. وديما يوميا كنصيفطهم كتمشي كاع هي وياه، او كيمشي بوحدو او كيمشي هو ولدو. كنقول لي عرفتي اش غدير؟ وسير وليدي لعند مول الحانوت وخذ من عنده، خذ من عنده الكارو وخذ من عنده. غير كنجي انا مع الليل كتقول لي ايوا وفين ديالي انايا؟ داكشي ديالي انا. يعني كتطلب منك السجائر تاعي دابا ما عمرك ما حاولتي تهضري معاهم تقول لهم سيروا مركز ديال الادمان تعالجوا ديال محاربه الادمان وتعالجوا، ولا نوضي خدمي ولا تدوي معاها؟ او هي ما كتخدمش النوع اللي كتبقى شاده التليفون حتى الصباح، التليفون اللي عندها ديالي انا وجوج ديال ولدي كتبقى شاده التليفون الليل كامل بنيتي ما كتنعش، حتى كنخرج انا مع الصباح للخدمه عاد كتنعس حتى 8 ولا كتفطر عاد كتنعس ما كتخدمش حوايج عندها الاولاد. شكون اللي كيقابلهم ليها؟ وراه اش غنقول لك بنيتي اش غنقول؟ واش من تقابيل واش من اش من ورمضان رمضان حتى كيقرب يودن كتسلق بيضات وكتعمر بلاد ديالك. كنقول لها انت والله العظيم كندي داك الشيء كيبقى عكي خصك. كنقول لها ما طيبتيش؟ طيبي يا حرير انا جايه. كتقول لي لا ما كيبغيها حتى واحد الوالده، ما كاينش اللي غيشربها ما بغيناهاش، ما كاينش اللي يشربها. انا كندير بناقص ما كنمشي كنصيفط وكنبرك، كنصيفط وكنبرك، كدير كروسه عامره، الناس كلها عليا الشهود ماشي واحد ولا جوج. كيقول لي فاصلك انا جات هذا الشيء اللي غدا به. اللي نهار زوجتيهم وانت اللي خدام عليهم بزوج وتاع على وليداتهم. حتى هي كتخرجوا من الخدمه ما كتخليش يخدم. وما حاولتيش تنصحيهم زعما على الاولاد؟ بزاف ديال الاولاد علاش وما كايناش الخدمه؟ اش غنقول لها بنيتي؟ وما اش غنقول لك انا ما بعدا اصلا ما كيتشد هو، هي كتمشي بحالها ما كتجيش. حتى النهار اللي كيجي عاد كتجي هيايا كتجي عندنا. هادشي في الخبر ديال الزوج ديالها. عاد كتجي ما عرفت فين كتكون ديعة ما كتلقايهاش بعدا اصلا. النهار اللي كتعرفو خرج عاد كتجي. والمعيور والتقابيل معايا والليل ونهار وما نعاودش لك الصابون انا اللي كنمشي نصبن، كتجمع الصابون ديال ثلاث شهور كنمشي انا كنصبنو، والله ما كتصبنو هي. يعني كتشقي عليهم وكتصرفي عليهم؟ اه وكنصرف وما لاقياش الراحة. ما عمرني كنت كنضادر ننتظر غادي نهضر ولا فهمتي، كنقول الله يجعل ربي يفك بيني وبينها. شنو تقولي لها اليوم؟ تفرق معايا، تعطيني التيسع ديك السيدة، تبعد مني أنا، تبعد مني.
دابا ولدي في الحبس وهي تفارق معايا، تمشي تقلب على راسها تمشي تخدم. ولدك شنو تبغي تقولي له؟ ايوا اش غادي نقول لولدي؟ ولدي راه هو مسكين كيتسلط الحكم الله، اللي دار لي الله هي اللي كاينه. انا اللي بقى فيا هو داك الدريريه اللي عنده 3 سنين، اما الاخرين حتى هما راه كبروا. ما نقولكش اش كندير معاهم، داك الشيء في سبيل الله، الله اللي غادي يخلصني وهي الله يلقي عملها. ما كتعصبش لان الام ديالها ما بغاتهاش، ولكن شاده وليدات اولادها الاخرين. حاولت لينا كيفاش كتخاصم مع امها، ديما كتعير هي امها وكتضارب هي امها اللي والدها ماشي كونطا. وحتى كان راه ولدي انا عاد صالحه هو وباها اللي مفارق مع امها قال لي لو كان ما كانش ولدك ما ندويش معاها، انا ما نسلمش عليها كيهضرش معاها. يعني عندها مشاكل عندها وحتى مع خالاتها هي فين ما مشات وعيالات خوالها كلهم شافر عليهم، هي كتشفر خدمة ديالها باش عايشه بهذا الشيء. انا حيت بعيده على ما عندهاش مي غدوز ليا كتقلب 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 عليا، عييت ما نهرب منها. وهذا الشيء كامل ما عمر اعترفت حتى شويه. دابا المشكل اللي عندك معها هو انها هي مدمنه وانت ما بغيتيش مدمنه تكون عندك. لا ما صالحاش ليا بنيتي، لان اصلا عييتي تقهرتي غتبقاي تصرفي عليها وعلى ولدك، ارا فلوس باش نكمي، ارا فلوس باش نشرب، ارا فلوس باش. قهرتني هي اللي كتقول لولدي وكتقولها لي حتى انا، كتقولها لي كتقول لي اعطيني باش نجيب بليتي، انا ما عنديش، انا ما عنديش. بغيتيني نخون؟ اش بغيتيني؟ راه كتكمل داكشي كنقول لها بيعي اللي بانت لك بيعيها. اخر سؤال غنبغي نسول هي، لانه قالت دابا كتبغي باغا تطلب الطلاق، وقالت بان السبب الحقيقي اللي خلاها تزوج بولدك هو انه اغتصبها. عاودي لنا القصه واش صحيح او خطا. شوفي الله اعلم، انا ما نكذبش ما نديش تقليد، داكشي ديال الاغتصاب انا ما حضرتش ليها بنيتي، ما كنتش وما حضرتش. ولكن انت كيفاش تزوجتيهم مع بعضياتهم؟ بالمخزن، تزوج بها على يد المخزن. اما هي اصلا كانت مع واحد بحال هو فك من داك الواحد في كنا حنا ساكنين قبل ما يموتوا الوالدين، داك الواحد بها حتى حملات وداروا تزوج لا لا, لا 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 ما حملات ما والو. ديك الساعه كانت عندها قلت لك شي 16 ولا 17، قالت ليهم راه داك الولد اللي كفكها منه ولدي هذاك هرب وولدي شداته، دارت لي الاغتصاب. ديك الساعه مشى دوز عليها الحبس 4 شي عام وتزوج بها. دوز الحبس وعاد تزوج بها. وعاد تزوج بها وعاد خادها. دارت لي الاغتصاب. حنا قالت لنا زعما على ما اتذكر بانه باش ما يدوش الحبس ما عندهاش يرباح وهي ما عندهاش فين تمشي، قالت اللهم نتزوج به. شوفي الوقت اللي كان غادي يخرجوا الوكيل بنيتي، قالت الوكيل ديك الساعه باه باقي الله يرحمه، قالت ليه باه اللي كيدوز معاها بحال هو ولي الامر ديالو هي ولي الامر ديالها. قالت ليه، قالت الوكيل شوف سعاده الوكيل حتى كانوا غيطلقوه باش غادي يتكاتبوا داك الشيء، قالت ليه لا سعاده الوكيل ما تطلقوش، انا ما غيدير معايا والو غادي يدير ويدير. قال لي معاودوا رجعوها هبطوه هبطوه، بقات تمايا مشدود حتى عام حتى تكاتب معاها وعاد خرجت، كانوا على يد المخزن. خصها تقال الحقيقه ماشي تقال الكذوب. نعم حنا كنبغيو الحقيقه، داك الشيء علاش حنا ملي هي وجهت الاتهامات ليك وداك الشيء انا مشيت كنبحث في الجيران، ما غنذكروش الحي وما غنذكروش البلاصه وما غنذكروش حتى المكان ديال العمل ديالك. عرفنا من بزاف الناس، كاين واحد السيده هي الله يجازيها بخير عاودت قالت لي بزاف الحوايج ما غنذكرش الاسم ديالها، فقلت ضروري نعطوك حق الرد. حنا ما غاديش نوقفوا هنا، غادي نرجعوا عند فاطمه وغادي نمشيو نصوروا معها فيديو اخر باش نواجهوها بهذه الحقيقه باش نفهموا مزيان. ولا كانت حنا مستعدين اننا نوقفوا معها الا كان عندها مشكل ديال الادمان نديوها لمراكز ديال محاربه الادمان. غادي يبقى فيا الطفل ديالها اللي نقول الطفل لانه مراهق عنده 15 ولا 16 سنه وحتى هو دابا تعاني من الادمان، باش نعرفوا المشكل الاساس ديالو شنو هو، لان ما يمكنش حنايا غادي نجيو نصوروا فيديو كنقولوا للمغاربه حق تعاونوا مع واحد السيده اكس ولا ايغريك، لا راه لان عدوسه خرجتها من الدار وهي راه باغا غير على باش توقف على رجليها، ونتعاونوا معها حنا في واحد الحاجه اللي خايبه بحال البليه ولا هذا. خصنا نتاكدوا خصنا نعرفوا داك الشيء علاش ما كنبغيوش نصف الحقيقه وانما الحقيقه كامله، وما غتكملش لينا هذا الشيء الا الا مشينا عند جميع الاطراف. شكرا لكم، وصلتوا معنا النهايه ديال الفيديو. كانت معكم مريم فساحي، خلف الكاميرا يوسف بن سليمان، لنا الصورة ولكم التعليق. اشترك الآن في قناة أشواق تي في.
وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.